صباح الخير مشاهدينا، اليوم الأحد 8 نيسان، فصح مجيد لكل من يتبع التقويم الغربي في الطائفة المسيحية، وشعنين مبارك لكل من يتبع التقويم الشرقي في لبنان والعالم العربي والعالم. تحية في هذا الصباح الدافئ من قناة الجديد، يسعدني أن أرحب في حلقة اليوم من برنامج الحدث بضيفي رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وأم مهاب. مع الوزير، برحب فيك في هذه الحلقة. أهلا وسهلا فيك. عليك وعلى كل اللبنانيين وخاصة المسيحيين، أهلا وسهلا فيك هذا العيد المجيد. تحية أيضا ومعايدة منا كلنا لكل من يحتفل اليوم بعيد الفصح المجيد، أكان فصح أم أحد الشعانين. على كل حال برحب فيك مع الوزير في هذه الحلقة. هناك الكثير من الملفات بحاجة للتوقف عندها، وإن كان اليوم يوم عيد يعني، بس ما فينا نغيب عن السياسة وتحديدا في لبنان. اليوم سوريا نقترب من يوم العاشر من نيسان، يوم الحسم على الأقل ميدانيا بحسب خطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. العاشر من نيسان في سوريا، ماذا بعد؟ خطة أنان، المواقف السياسية، سوريا إلى أين؟ أيضا في الملفات الداخلية موضوع قانون الانتخاب في ضوء ما تحدث به رئيس الجمهورية منذ قليل من الصرح البطريركي قبيل قداس عيد الفصح الذي يشارك فيه رئيس الجمهورية. موضوع قانون الانتخابات، النسبية، ما إذا كانت ستطبق في لبنان، من يقبل بالنسبية ومن يعارض النسبية. الموضوع موضوع بكركي والهجمة على الصرح البطريركي، لماذا اليوم الهجمة على الصرح البطريركي، وبعض المواقف الداخلية المتعلقة أكان بموضوع الانتخاب أم بالوضع على الأرض في لبنان، موضوع الحكومة، التماسك الحكومي، قوى المعارضة، قوى الأكثرية، أين يقف اليوم الوزير السابق وأم وهاب من كل هذا، أين هو الجبل من كل هذه المواقف اليوم. على كل حال بما سيتيسر لنا من وقت سنحاول الإضاءة على كل هذه النقاط. بجد ترحب فيك في هذه الحلقة، واسمح لي قبل بداية الحوار أن ننتقل والمشاهدين إلى زميلتي كلارا جحا التي توافينا بموجز لآخر وأهم التطورات، على أن نبدأ الحوار بعد ذلك. عودة لكم مشاهدينا وإلى برنامج الحدث وضيفي الوزير السابق أم وهاب. جد ترحيب فيك مع الوزير في هذه الحلقة. اسمح لي قبل أن نبتدئ بالملف السوري، الملف السوري صار له حوالي سنة وشهر تقريبا هو الملف الأساس الحاضر على كل طاولات الحوار، ولكن اليوم في كلام لرئيس الجمهورية ابن عبدة لابد من التوقف عنده. اليوم يقول رئيس الجمهورية من بكركي، من الصرح البطريركي في بكركي، يقول رئيس الجمهورية: نحن في بلد ديمقراطي وأتمنى أن لا نعود إلى قانون 1960 للانتخابات. اليوم هل في احتمال نبقى على قانون 1960؟ في محاولات للإبقاء على قانون 1960، ولكن رئيس الجمهورية صادق بهذا الموضوع وصادق بهذا الطرح، وأنا أعتقد بأن فخامة الرئيس مقتنع تماما بأن قانون 1960 هو يشكل عودة للوراء، عودة كبيرة للوراء، وضرب لأي محاولة لإحياء جو ديمقراطي في لبنان. قانون 1960 هو قانون محادل مالية وسياسية، قانون 1960 هو قانون العودة للوراء، وأعتقد أن أي قانون لا يلتزم النسبية رح يكون في مشكلة كبيرة. وأتمنى على كل القوى المؤمنة بالنسبية، المؤمنة بالتغيير، المؤمنة بإحداث شيء من التغيير، لن يكون التغيير كامل في المرحلة الأولى، أنا أدعو كل هذه القوى إلى التكاتف فيما بينها، إلى خوض المعركة مع بعضها البعض، إلى عدم التردد في خوض هذه المعركة باكرا على أساس للضغط على أساس النسبية والمحافظات الكبيرة والدوائر الكبيرة. نحن في الطائف موجود، والطائف تحدث عن المحافظات، ولكن في ظروف معينة أنت تعرف، تدخل الرئيس حافظ الأسد في العام 92 ترتيب وضع معين في الجبل للوزير وليد جنبلاط، وكانت كل لبنان على أساس المحافظات، واستثنى الجبل الرئيس حافظ الأسد بتدخل شخصي يومها، وثم تدخل في العام 96 من أجل الوزير جنبلاط، وتم التدخل في العام 2000 كذلك لإحداث قانون ما يناسب الرئيس رفيق الحريري والوزير جنبلاط والرئيس رفيق الحريري. بالآخر ما فينا نكفي هيك، يعني بدك قانون
انا لست مع الغاء احد، ولسنا مع الغاء يعني، ولسنا مع، ولكن هذا لا يعني بان عدم استهداف احد، بان المطلوب الغاء كل الناس والترك على 5 محادل او 6 محادل او 7 محادل او 7 بوسطات. يا خيي بيحملوا هالناس وبيمشوا 3/4 المجلس النيابي لليوم له 3 سنين، حتما 90% من اللبنانيين في 60 نايب ما بيعرفوهم، في 60 نايب مش سامعين صوتهم، في 60 نايب ما بيعرفوا شو بيعملوا. يا اخي هاو بيدفعوا لهم رواتبهم اللبنانيين، وهو لازم يشرعوا للبنانيين، وهودي لازم هن يشتغلوا عن اللبنانيين بالتشريع وبتطوير القوانين. بدي قبل ما اسال، من مع قانون النسبية ومن ضد قانون النسبية اليوم بشكل واضح على الاقل على الساحة السياسية اللبنانية؟ اسمح لي ان انتقل الى بكركي، زميلي رامي الامين موجود الان في الصرح البطريركي حيث رصد كل التفاصيل من خلال لقاء رئيس الجمهورية بالبطريرك الراعي، الخلوة التي عقدت بينهما، والحضور الآن داخل كنيسة الصرح البطريركي حيث يترأس البطريرك قداس عيد الفصح. رامي صباح الخير. صباح الخير مالك، هلا كان تطلعنا على التفاصيل على الأقل يعني نظرة على ما حدث اليوم في بكركي. في الواقع القداس عيد الفصح لا يزال مستمرا في الداخل داخل الصرح البطريركي. الان البطريرك الماروني يتلو عظة العيد في الداخل. كان سبق القداس طبعا الخلوة بين البطريرك وبين رئيس الجمهورية، والتي خرج بعدها رئيس الجمهورية ليدلو بعدة مواضيع مختلفة في المنطقة وفي لبنان تحديدا. الخلوة كما أشار رئيس الجمهورية تطرقت إلى مختلف هذه المواضيع، وأهمها كما بدأ طرحه رئيس الجمهورية بموضوع الموازنة. سئل عن موضوع الموازنة فور خروجه، وقال إن الأمر لا يزال متاحا في الحكومة لتعديل هذا المشروع وبته بما يراعي القوانين المرعية المالية المرعية. ثم طبعا سألنا رئيس الجمهورية عما إذا كانت محاولة اغتيال رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع قد طرحت في الخلوة، فأجاب أن هذا الأمر بالطبع طرح وشجب هذه المحاولة، وقال أن يعني كل الأجهزة الأمنية تعمل لكي يكون الأمن مستتبا في لبنان. أيضا كما ذكرت مالك مع ضيفك أن القانون الانتخاب سئل عنه رئيس الجمهورية، ومعروف أن رئيس الجمهورية يعني طرح النسبية كقانون للانتخابات وهو يدافع عن هذا القانون. سئل عما إذا كان سيتم العودة إلى قانون 60 في اللحظات الأخيرة، قال إنه لا يتمنى العودة إلى قانون 60، ويتمنى أن يكون هناك قانون انتخابات ديمقراطي في لبنان. أيضا سئل عن موقف 14 أذار من بكركي، وهو هذا الأمر اللافت اليوم. هناك مقاطعة لقوى 14 من أذار لبكركي باستثناء حزب الكتائب اللبنانية، حيث حضر طبعا رئيس الحزب أمين شميل. أما باقي فرقاء 14 أذار فلم نلحظ أحدا منهم هنا. طبعا المقاطعة كما سمعنا أمس في مقابلة مع الدكتور فارس سعيد جاءت على خلفية المواقف السياسية لبكركي تجاه الوضع في سوريا، وأيضا تجاه الملفات اللبنانية خصوصا موضوع محاولة اغتيال سمير جعجع. ماذا عن التيار الوطني الحر؟ نعم هناك يعني لم استطع تماما ان ادخل الى داخل الصرح، ولكن الشخصيات التي رايتها من الخارج، هناك تواجد مالي كما علمت لي ممثلين للتيار الوطني الحر في الداخل. يعني الغائب الاساسي هو 14 اذار في بالمعنى يعني ما عدا الكتائب اللبنانيه، خصوصا الغياب هو للقوات اللبنانيه التي قيل انها تعتب على البطريرك الراعي لانه لم يتطرق ابدا، لم يتصل برئيس الهيئه التنفيذيه. كانوا ارادوا ان يتصل برئيس الهيئه التنفيذيه ليجلب محاوله اغتياله، وهذا ما لم يفعله البطريرك الماروني. نعم. الان القداس ربما سينتهي بعد قليل، وهناك ايضا كلمه للبطريرك في عظته عاده يتوجه الى رئيس الجمهوريه. نعم. سنطلع على هذه الكلمه وسنطلعكم عليها ايضا مالك. سنكون معك في نقل مباشر فور ورود اي
جديد لك في كرام الأمين، شكرا لك حتى هذه الساعة. مع الوزير، بالعودة إلى موضوع قانون الانتخاب قبل ما نفوت بتفاصيل الملفات الأخرى التي عقدت ضمن الخلوة ببكركي، بموضوع قانون الانتخاب اليوم، من المستفيد من النسبية ومن يعارض النسبية؟ من المستفيد من النسبية؟ المستفيد من النسبية كل اللبنانيين. بقول لك ليه؟ لأن النسبية لا تلغي أحد، النسبية تدخل دم جديد إلى الحياة السياسية. النسبية حتى الصوت، استاذ مالك، أي صوت له قيمة في النسبية. يعني اليوم أنت بتنزل على قانون أكثري، بتاخذ أنت 45% من الأصوات، تطلع برات المعادلة، وبينزل واحد عنده لائحة من 7 من 6 من 5، بياخذ هو كل اللائحة، يبقى معه باللائحة واحد عندوش 50 صوت، بس هو مطايله على اللائحة، او اخد عليها $5 مليون تيتفوتوا على اللائحة، او بيكون لاسباب ما انه عامل زلامته وبيرفع ايده، بيعرفش ليش بيرفع ايده، هو غفيان اوقات بيرفع ايده. بكل صراحة، هل اللبنانيين بدهم هالنموذج؟ اذا بدهم هالنموذج يكفوا بالقانون الاكتري. اذا بدهم نموذج مختلف، بدك نموذج الطعم فيه بالاخر. بالاخر في ناس تبقى لها 100 سنة بالحياة النيابية بلبنان، في حدا يخبرني شو عاملي؟ في ناس لها 60-70 سنة بالقانون بالانتخاب بالحياة النيابية بلبنان تتوارث. يعني كان الجد ورجع الباي ورجع حلق الولد، يا اخي مش مقدم مشروع قانون، مش مناقش قانون، مش مقدم تعديل بمجلس النواب، مش رافع ايده، يمكن هو وباي وجده. يا اخي انا في اعرف هو شو بيضلون يعملوا مجلس النواب، يعني خير ان شاء الله. يعني اذا المسألة على الكيلو مثلا، اذا على الكيلو ماشي الحال، بتنسبنا يمكن نحن ناصحين كمان. فاذا المسألة، اذا المسألة على الشبوبية، اذا المسألة يعني، بس شو المعيار؟ يعني شو المعيار طواحد يضلوا 70 سنة بمجلس النواب مش رافع ايده بالمجلس؟ شو المعيار؟ مش مقدم مشروع قانون. كيف يمكن ان يدخل بأموهاب مجلس النواب؟ انا اول شيء انا مش مرشح، بس حزب التوحيد سيدخل مجلس النواب. مش هتكون مرشح الى مجلس النواب؟ انا شخصيا لا، انا بيعرفوا الشباب، قرار مأخوذ من سنوات. انا ماني مرشح لشيء، لا بدي صوت من حدا، ولا بدي انا بدي اخدم الناس بدون مقابل. لا يطالب الوزير السابق وامهاب بالنسبية ليتسنى له الدخول الى مجلس النواب. مش لإلي، لشباب الحزب. ولكن نحن عنا مرشح بالشوف، عنا مرشح بعلاي بالشوف، عنا اكتر من مرشح راح يكون بعلاي، عنا بعبدة، عنا بكل المناطق. بلشنا تحضروا للاسماء؟ بلشنا وتقريبا عم نتفق على الاسماء. يعني من يومين كان عنا اجتماع مكتب سياسي، حكينا اغلب الاجتماع كان حول الموضوع. بس انا شخصيا انا ما بحب اخدم المجتمع مقابل شيء، يعني ما بخدم المجتمع مقابل صوت، ما بحب هالشغله، هذه المقايضه ما بحبها. انا شخصيا طالع من هالعقده، عرفت كيف؟ شو ناطر؟ ماشي، عملت وزير، هيدي اعلى منصب بياخذه درزي، عندي مشروع في ما بعد مجلس شيوخ. ايه هلا اذا عملوا مجلس شيوخ بنشوف، وارده ممكن. ليش لا؟ بس انه بكل الحالات، بكل صراحة، أنا عندي مشروع، أكيد عندي مشروع قد يكون يتجاوز الحدود اللبنانية، خاصة بالموضوع الدرزي، ما بخفيك. يعني مشروع يأخذ الدروز في كل المنطقة إلى القضية، إلى الأمة، إلى مشروع المقاومة، وإلى مشروع الأمة. هي مشروعي يعني، ولا أخفي هالمشروع، إن كان بتواصلي مع دروس سوريا، مع دروس فلسطين، مع دروس الأردن، مع كل الدروس في المنطقة. يعني مشروع زعامة درزية، ليس يعني ليست بهذه التسمية، مشروع درزي. هلق وين بيوصل ما بعرف، يعني مش أنا في قلة، لا مش مشروع يجعل للدروس قضية بالآخر. اليوم يجعل للدروس قضية مركزية. اليوم ما عندهم قضية دروس في لبنان وسوريا وفلسطين. بقى في اليوم في تناقضات. في تناقضات، انتبه، جزء من الدروس كانوا مع المشروع الامريكي بس اجى على العراق، جزء من الدروس كانوا مع المقاومة، جزء من الدروس اليوم بفلسطين يمكن لهم علاقة مع الاسرائيليين، في جزء ضد التجنيد الاجباري وضد كل سياسة العنصرية. صحيح. بالجولان يرفعون الرأس، يعني منذ اكثر من 40 عام هؤلاء الناس صامدين بدون اي دعم. وحتى بفلسطين، يعني انا لا الوم الناس، لانه العرب انقطعوا عنه 60 سنة. يعني هلق نحن عم نرجع نعمل اعادة تواصل، ولكن العرب هن اللي قصروا معهم وانقطعوا معهم. ولكن
في مشروع على مستوى كل المنطقة، ليش لا؟ ما بخجل فيه يعني هذا الموضوع. رح فوت أكثر بالمشروع الدرزي بمرحلة، بس دي موضوع الانتخابات. نحن مرشحين، نحن بداخل المعركة، بقلب المعركة، الحزب بقرر مرشحين. معركة التوحيد بأكثر، بيشوف معركتنا، بعلاي معركتنا، بعبدان، بكل محل بده يكون عندنا أو مرشح أو داعمين مرشح. وين في مقعد درزي سيكون لكم معركة؟ ليش مقعد درزي؟ بدنا نرشح أبعد، ممكن يكون عندنا مرشح سني بالإقليم كمان مثلا، يعني في بحث جدي بترشيح احد اعضاء المكتب السياسي بالاقليم، باقليم الخروب، في ممكن ندعم مرشحين مسيحيين ويكون في تحالف معهم. لا يعني في حزب التحرير سنة ومسيحيين توحيد، عفوا حزب التوحيد، ايه طبعا في اكيد في في اعضاء مكتب سياسي وفي ناس اكيد في. بالعودة الى موضوع قانون النسبية، من يرفض قانون النسبية؟ يرفضوا كل اللي بيحسوا انه الاحجام رح تصغر. يعني مسألة تصغير احجام، مش تصغير احجام، يعني في احجام كمان ورماني، يعني في احجام ورماني بدها تصير طبيعية. قانون النسبية يجعل الاحجام استاذ مالك طبيعية مش ورماني. يعني اليوم انت بطرابلس يا اخي، خذ بطرابلس، بدي اعطيك اللي صار بطرابلس. طيب الرئيس عمر كرامي بطرابلس خيي اخذ 22000 صوت سني. طيب شوف الحلفاء الاخرين، طيب مين منهم في جيب 32000 لحاله؟ ما حدا. طيب عمر كرامي خارج المجلس وهناك يعني تحالف معين اخذ كل اللائحة. يا اخي النسبية بتعطي الناس اخي اي اليوم واحد لك انت اليوم اذا بدك تجيب تليفون، طيب بتجيب هاد التليفون اللي معك او بتجيب هداك المطحن اللي كنا نستعمله بالضيعة؟ خبرني. طب اذا بدك تجيب تلفزيون يا اخي، بتجيبه ملون او بتجيبه ابيض واسود؟ مشكلتنا معهم بدهم يحضرونا تلفزيون ابيض واسود وتليفون على المطحنه، بيقبلوش. بموضوع قانون الانتخاب بدهم يخلونا مثل ما كنا بخمسين سنه. بس بالنهايه اليوم الشارع اين سيصب يا اخي؟ ما الشارع، ما هي مشكله بده يعرف الشارع وين. ما انت لازم شغلتك تفهم الشارع وين. الوعي اول شيء الشارع لازم يعرف انه انا بالنسبه صوتي ما بيروح ضيعان، كل صوت بحطه له قيمة. الامر الثاني بالنسبية خياراتك اوسع، الناس كلها بتتمثل، بعدين تفسح مجال لجيل جديد ان يأتي. يا استاذ مالك اليوم هديك يوم عم راجع يعني تاريخ مجلس النواب اللبناني، في ناس جد وبي وابن وهو موجودين ما عندنش اقتراح قانون بمجلس النواب يا اخي، مش مناقشين قانون يا اخي، مش حاضرين جلسات او بيروحوا بيغفوا بالجلسه. يا اخي كيف نحن نقبل لنفسنا اللبنانيين ان يحتقرنا هؤلاء الممثلون بهذه الطريقه؟ يا اخي كيف اقبل لنفسي انا اليوم بحترم اي واحد بيروح على المجلس حتى لو خصمي السياسي، بس في اخصام طبعا بنائش. في اخصام سياسيين لنا ولكن نشيطين بالمجلس. مين مثلا؟ ما بدي اسمي هيك مين من خصومك السياسيين بتلاقي فيه فعلا مشروع سياسي؟ يا اخي كتار يعني انه هلا طب روبير غانم بينزل بيناقش في مجلس نواب او بيشتغل، يمكن انطوان زهره بيشتغل، يمكن سامي جميل بيشتغل بالمجلس، بتيار المستقبل كان محمد اباني، او يعني بشوف في ناس بتشتغل وفي ناس حسب اللي بشوفه. في ناس بتحمل قوانين، في ناس بتحمل مشاريع قوانين، في ناس بتناقش، في ناس بتحمل ورقة بتنزل، في ناس بتحمل حالة وفي ناس ويا رايت بتحمل حالة، حتى حالة بتحمل ايش وبتنزل، في ناس بتنزل على جلسات. يا اخي كيف بدك تمثلني؟ بشو بتمثلني؟ بشو يعني؟ انه بتمثلني بطق حنك كلمتين؟ يعني في يعني يعني في في اليوم قوانين استاذ مالك كثير بحاجة لتعديل لتشريع اليوم يا اخي. روح شوف بالقضاء اليوم يعني، طب اليوم بالقضاء بعده بصير في توقيف كيفي، وبعده بالقضاء في ناس ابرياء بيتوقفوا بعد كم شهر بيقولوا لهم ما تواخذونا بنعتذر منكم. يا اخي في قوانين لازم تاخذ بعين الاعتبار كل هذا الموضوع. اليوم بالصحافه، اليوم غابت الصحافه المحليه لاعتبار انه يوم عطله رسميه في بيروت، يوم عيد الفصح، ولكن كان لافت ما لاحظته مصادر متابعه اليوم لصحيفه الانباء الكويتيه. تقول صحيفه الانباء ان رئيس جبهه النضال الوطني النائب وليد جملاط كلما تحرك ملف قانون الانتخاب يجند كل قواه في سبيل الدفاع عن قانون الستين واجراء الانتخابات على اساس القضاء وفق مبدا الاكثريه، رافضا فكره النسبيه التي يرى فيها انها تقوي
تزود التمثيل الدرزي في الجبل وتجعله شريكا مع الآخرين في رسم الخارطة الانتخابية في شوفوا علي والمتن الجنوبي، بدلا أن يكون الطرف المؤثر الأول على الأقل. وتنقل الصحيفة عن مصادر إلى أن محاولات بعض القيادات الدخول في مباحثات بعيدة عن الأضواء مع جنبلاط في خطوة تهدف إلى تمرير قانون الانتخاب على أساس النسبية بعد سقوط المشروع الأرثوذكسي، إلا أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح رغم عروض قد تم تقديمها تأخذ بعين الاعتبار طمأنة الهواجس الجنبلاطية من النسبية. وأبرز هذه العروض التي تم تقديمها إلى الزعيم الدرزي ضم الشوف وعلي إلى دائرة واحدة، إضافة إلى نقل المقعد الدرزي في بيروت إلى هذه الدائرة. هلا أول شيء، نقل المقعد الدرزي من بيروت إلى علي أو الشوف هو أمر مطلوب، لأنه المقعد الدرزي في بيروت بكل صراحة لا ينتخب الدروز، يعني في 600-700 صوت بيشاركوا بالانتخاب ببيروت يعني، وبصير المقعد الدرزي تحت رحمة رئيس اللائحة الأقوى في بيروت، ما له طعم المقعد الدرزي في بيروت. أنا مع ضمه، مع نقله إلى علي أو الشوف، يعني هذا أمر ضروري وأكثر من ضروري، لأنه يعني هذا بصير في تمثيل حقيقي فيه. ولكن بموضوع النسبية، أول شيء بموضوع النسبية أنا رأيي الوزير جنبلاط يفكر بطريقة خاطئة في هذا الموضوع. اليوم قد تخدمه النسبية بال 2013. كيف؟ قد تخدمه القانون الأكثري قد يخدمه بال 2013، بس تأكد بال 2017 ما راح يخدمه القانون الأكثري، والانتخابات وراء الباب، يعني امبارح عملنا انتخابات وبكرة عندنا انتخابات. ما راح يخدموا بال 2017، لانه بال 2017 الوضع الديموغرافي في الشوف سيتغير، واي تحالفات غير يعني مناسبه تطيح باي زعامه في منطقه الشوف. لذلك الموضوع القانون النسبي هو ضماني لكل الناس، ضماني لكل الناس وبيحفظ كل الناس. ولكن هلا اذا الوزير جنبلاط كمان يعتقد بعد كل اللي عمالي بيصير انه هناك امكانية للحفاظ على الوضع كما هو عليه، ما في امكانية، لانه خاصة انه اليوم ما فيك تجي تطرح، يعني اليوم اذا جيت تطرح هي بالشوف، طيب بدي اخذ الشوف انا، طيب انه الدرزي اللي بده الوزير جنبلاط يا اخي مسلم بانه هو سيكون نائبا عن الشوف، وانا اخي بدي اعطيه صوتي، بدك اكثر من هيك؟ النائب الدرزي الثاني اللي هو اليوم النائب مروان حمادي، يمكن يترشح، يمكن لا، بمعزل عن اسمه، احترامي للاسماء ما بدي اذكر الاسماء، ولكن خي انه اذا اجا من التوحيد او اذا اجا من الحزب الاشتراكي او اذا اجا من وين ما كان، الدروز شو بيخسروا يعني؟ بالعكس، يعني التعددية داخل الطائفة عمالي بتريح الدروز اكثر، بس هذه يعني لك لا موجوده شعبيا، هذه التعدديه يعني اليوم الوزير السابق وئام وهاب قادر يواجه النائب وليد جنبلاط بارضيه شعبيه بالشوف؟ اول شيء مالك، ما في حدا بينوجد لو ما عنده شعبيه، صح؟ يعني ما في حدا، صحيح. يعني هذا خلينا نتفق عليه. الامر الثاني، انت يعني الوزير جنبلاط، بدنا نكون نحن واقعيين، الوزير جنبلاط ورث زعامة كبيرة، الوزير جنبلاط هو ابن كمال جنبلاط، الوزير جنبلاط هو كان في حرب الجبل وقاد حرب الجبل، وهذا هو الرصيد الأساسي الذي يعني قوى وليد جنبلاط، وطبعا تعرف أنت تعلم ما فعلته سوريا لوليد جنبلاط في حرب الجبل، وكيف دعمت سوريا وليد جنبلاط بحرب الجبل بشكل غير محدود. الوزير جنبلاط بعد الرئيس حافظ الأسد اعطاه موضوع المهجرين، وانت بتعرف شو موضوع المهجرين اللي اعطى فيه $1.5 مليار من اجل العودة، ووزع كتير منها يعني بطريقة سياسية كان يسميها وليد باك على طريقته رشي، ولكن وزع كتير منها، اعطاه قانون الانتخاب 3 مرات، منا لعبة. انا لو اعطيتني قانون، انا بال96 كنت مرشح، اخذت 12,000 صوت بالشوف، كنت انا مرشح وقتها، كنا يعني صغار بالعمر بعدنا كمان يعني منفرد كنت يوم؟ لا، كنت بلايحة ناجي البستاني، ولكن انا لو انه كان الانتخابات بال96 على اساس المحافظة كان في كلام اخر كمان، عرفت كيف؟ طيب في موضوع المال بيلعب دور فيه، طيب كله هذا انا غير متوفر لإلي، ما فيك تجي تقلي انه انت
فيك توازن مع ولي جنبلاط. لا انا عم بسأل اليوم. فيك اليوم. توازن مع ولي جنبلاط بيدين عاريتين. انا اليوم ما فيي وازن مع ولي جنبلاط حتى بهذا الواقع، ولكن انا فيي اخذ بالواقع الدرزي اصوات مقبولة نسبة للامكانيات اللي عندي، ولكن 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 هيدي كلها بتعرف عدة شغل. يعني الانتخابات هي القضاة لمين والضباط لمين والمخافر لمين ورؤساء الدوائر لمين والدولة لمين والمصاري لمين والخدمة لمين هيدا كله بيلعب دوره، وهيدا كله مش متوفر عندكم. لا بجزء بسيط كتير كتير كتير، يعني بنسبة 1% متوفر عنا، بس انه عم نشتغل باللحم الحي لا شك. ولكن في كتير من الناس يعني كمان تحويل انه الاعتقاد بان ابناء الطائفة الدرزية هني فقط يعني جماعة خدمات، لا مش هيك، يعني منا هيك الامور. كمان في كتير من الدروز يطمحون للتحرر، يطمحون للتغيير، يعني رياح الحرية اليوم التي تهب على كل العالم بالاخر، يعني في شيء عم بيتغير بالعالم، ما نكون جديين، هذه الرياح عم توصل لوين ما كان. في ربيع درزي؟ انا تقديري ايه، انا تقديري اكيد اكيد في ربيع درزي. لا يعني الربيع الدرزي الغاء احد، مش هيك الربيع الدرزي، مش يعني الربيع بالدروز مختلف عن ما نفهمه. اصلا نحن لسنا طامحين لعمل الغائي مع حدا، لم نقبل حدا يلغينا، ولنا اصلا مفكرين بالعمل لالغاء احد. نحن بنفهم الربيع الدرزي هو تعددية، هو ديمقراطية، هو افساح مجال لاجيال جديدة ان تخرج الى النور والضوء وان تعمل. والربيع الدرزي يعني بانه كثير من المعادلات تتغير لمصلحة الدروز. بقيادة من؟ كلنا قادة، كلنا قادة، يعني ليش احنا على طول بنفكر يعني بقيادة من حصلت الثورة المصرية؟ بقيادة ناس مغمورين ما حدا بيعرفهم. وين صارت اليوم الثورة المصرية؟ ما اختلفنا في 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 لانه كان في طرف، لانه كان في طرف خبيث انتظر هذه الثورة، انقض على هذه الثورة، وطرف يعني مدرب عند الانجليز والامريكيين الاخوان المسلمين، هذا الفريق الخبيث، وهذا الفريق الخبيث واللي يمارس خبثه على كل الوطن العربي وعلى مستوى كل الوطن العربي انقض على الثورة، لأنه الخبث الإنجليزي الحمد لله منتقل للأخوان المسلمين بشكل يعني يا لطيف اخدينه درس كامل. انقضوا على الثورة، ولكن انت مقتنع انه الإخوان راح يقولوا يحكموا؟ عاتبني بعد كم سنة وسألني مرة تفصيل عن القراءة، قراءة بالواقع العربي وتحديدا مصر وسوريا واليوم والاخوان المسلمين، بس ما في طرف بالطائفة الدرزية قد يكون مشابه للاخوان المسلمين بموضوع الربيع الدرزي؟ ضامنين انتم ما يصير بربيع الدروز مثل ما صار بمصر؟ لا ما ضامنين، ولكن نحن يعني بالاخر انت بدك تشكل راي عام، ونحن عم نحكي لراي عام، ولكن انا بعتقد انه التعددية في الدروز اصبحت امر واقع اليوم، رغم 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 فرق الاحجام، ولكن اليوم ما بقى فيك تلغي ان هناك تعددية سياسية في الدروز. يعني هذا امر حتى المشايخ بيرتاحوا له، صاروا حتى الهيئة المشايخ اللي هم الفريق الاقوى داخل الطائفة الدرزية، يعني تنكون واقعيين، اللي هم يحددوا المسار في القضايا الكبرى، صاروا مرتاحين لهذه مرتاحين للتعددية، لأنه شافوا أنه التعددية أراحت الوضع الدرزي. التعددية غيرت شيء بالوضع الدرزي. أنت لا تنسى بأن واقع عمره 500 سنة تقوم بتغييره، وليس واقع عمره كم سنة، واقع متجذر تقوم بتغييره باتجاه الأفضل، وحتى هذا التغيير يستفيد منه الأفرقاء المتجذرين. قبل ما أطوي هذا الملف وانتقل لملف آخر، في نقطتين بدي أحكي عنه. تحدثت حضرتك أنه لما عم تقله للنائب وليد جنبلاط أنه إذا هالمرة ساعدك النظام الأكثري بال 2017 ما رح يساعدك، مزبوط، لأنه الوضع الديموغرافي سيتغير بالجبل. مزبوط. كيف يعني سيتغير الوضع؟ يعني هلا بدي أقول لك شغلي، اليوم سعد الحريري يمون على جزء من السنة في إقليم الخروب وجزء أساسي. نعم. طيب اليوم بأي تغيير، أنا رأيي بال 2017 لن يكون الوضع السني كما هو اليوم. يعني اليوم هناك موجة مذهبية معينة، هناك بث للفرقة السنية الشيعية في كل المنطقة، وهذا طبعا يعني لن يستمر طويلا لأنه كذبة لن تعيش بالآخر.
بالاخر رح ترجع الامور لطبيعتها بعد سنوات. يعني بال 2017 بطريقة الشغل التي يعمل بها اليوم طيار المستقبل في الوضع السني، ولكون صريح معك، نحن لدينا مصلحة ان يكون المعتدل موجود على الساحة السنية، وليس لدينا مصلحة ان يكون المتطرف. ولكن بال 2017 الوضع سيختلف. توصيف الاعتدال والتطرف كيف؟ مين معتدل ومين متطرف؟ من شو خايفين؟ لا انا ضد التطرف المذهبي. ايه بس اليوم من شو من اي جهة؟ يعني اليوم من هو المعتدل اللي بتفضلوه على انه يكون متطرف موجود؟ انا بالنسبة لي رأيي انه اليوم يعني طيار المستقبل حد الطيارات الثانية اللي عم نشوفها معتدل. واضح انه معتدل. يعني مش بالنسبة لكم اهين من 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 التيارات الاسلامية؟ انا مش بالنسبة، ما بدك تحكي باسمنا الجامعة، انا عم بحلل هلا، مش عم بحكي مع حضرتك، انا عني عم بقول. ايه؟ انا عم بقول انه يعني اليوم انت بخد الخارطة، يعني اليوم بين بدك تخيرني بين سعد الحريري وبين داعي الاسلام الشهال وخالد ظاهر وبين احمد الاسير، لا يمكن اختار سعد الحريري ما اختار عوديكي. يعني هذا المنطق. هوديك ابعاد عنه برأي حضرتك؟ ابعاد عنه بعتقد هوديك بيعتبره عنده مرحلة انتقالية، ولكن حتما ابعاد عنه، بس على طريقة الاخوان في مصر، على طريقة الاخوان في مصر، استعمال كل الادوات، استعمال كل الناس للوصول. يعني تملك اذا طيار يعتبر نفسه ديني ويكذب بطريقة الاخوان في مصر، يعني قبل بيوم بيصدر بيان رسمي انه اني مش مرشحين، شوي تاني يوم بيكون عنده مرشح، يعني هذه طريقة الكذب. خلص خي سمي حالك شي تاني، بس ما تحكي لي بقى بالدين وبال... روح سمي حالك اللي بدك ايه، حزب ما بعرف شو، الجمهوري، الحزب العمال، حزب المحافظين، اصطفل. بس انه الموضوع الاسلامي انا رأيي عيب يستخدم في هذه الاكاذيب تبع الاخوان. اليوم لننهي ملف قانون الانتخاب والوضع الدرزي، الوضع الديموغرافي سيتغير على اساس انه انتهاء مرحلة هذا الانقسام السني الشيعي، وبالتالي الاقليم الخروب رح تتغير المعادلة فيه. شوف ثلاثة اتلات هم السني الدرزي المسيحي والمسيحي. اليوم في واقع معين الوزير جنبلاط يطمح للتحالف مع سعد الحريري بالاقليم. يعني هلا اذا سعد الحريري ما تحالف معه ب 2013 في مشكلة عنده. في الجماعة الاسلامية بالاقليم ايضا. منن لا منن يا بك تسمح لي حجمهم لا مش بحجم طيار المستقبل. لا انا عم بسأل. عنده موجودين الجماعة الاسلامية، اصلا الجماعة الاسلامية بحياتهم لا كان لهم موقف بالاقليم ولا بتفهم موقفهم ولا يعني، وكل يوم بغيروا مع احترامنا لهم يعني، ولكن ما لا يمثلوا هن الطيار الاقوى، يمثل الطيار الاقوى سعد الحريري. يعني هذا انا زلم، انا اي منطقه بعرفها ضايعه وعائله وبعرفها بكل تفاصيلها يعني، وشاغل فيها انتخابات قبل كل اللي عم يحكوا بالانتخابات اليوم. يعني انا من 92 شاغل فيها انتخابات هاي المنطقه. فلذلك يعني اي واقع معين سني مسيحي لا يجعل ولي جنبلاط يأخذ هذه النتيجة اليوم. بل من هيك عبقل له النسبية أضمن لإلنا على المستقبل، عبحكي من منطلق درزي أنا، أضمن لإلنا النسبية. بالانتقال إلى ملف آخر، يصيبنا بمقعد الشوف مثل مقعد بيروت بعدين. كيف؟ من عدش نطلعون احنا مقعد الشوف؟ ايه بعد 20 سنة من عدش نطلعون احنا، نشوف كيف النمو عم يصير. يعني النسبية تؤمن هذا التمثيل على الأقل؟ أنا بالنسبة لي النسبية بتأمن، وأنا أصلا ما بخاف من هالقصة، ما بخاف. أنا عم بحكي بمصلحة درزية، ولكن أنا لا أخاف من هذه. أنا طموحي زلمي يعني يتعدى الطوائف، ولكن عم بقول عم بحكي إذا عم نحكي بالمصلحة الدرزية. يعني نحن شو عم نحكي، بمصلحة وليد جنبلاط الشخصية أو بمصلحة الدروز؟ سؤال. لا اليوم سؤال عن مصلحة الدرزية. هذه المصلحة الدرزية تؤمنها النسبية. طيب. اليوم بالانتقال مش افهم من كمال جنبلاط، نحن يعني بالقصة كان درسها منيح، هكذا كان يقول كمال هو جنبلاط. اول واحد نادى فيها. بالانتقال الى ملف اخر قبل ما افوت بالعمق السوري تحديدا في السياسة وفي المجال الميداني، كان لافت قبل حوالي اسبوعين اعلان المملكة العربية السعودية في بيان، ويعني حصول او
تلقي سفير المملكة العربية السعودية علي عواض العشيري خطابا من رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب، استنكر فيه بشدة عملية اختطاف نائب القنصل السعودي في اليمن على أيدي مجموعات إرهابية، وأشار البيان إلى أن وهاب دعا إلى العمل لإطلاق سراح دبلوماسي. يعني اول شيء فيش قطيعه انا والسفير السعودي، ما فيش قطيعه، لانه انا رحت يعني عزيت بالامير سلطان الله يرحمه، ورحت وتلقيت بالسفير السعودي ذيك اليوم بالاستقبال السفاره الايرانيه، وتبوسنا وسلمنا، بس العلاقه مع صورنا العلاقه مع السفير علي عواض العشيري غير انه يرسل بيان استنكار للسفير بس عن موضوع سعودي بحت. طبعا طبعا 100%. اول شيء انا مني مع الخطف ولاني مع هذه الممارسات. ثاني شيء، هذا مش اول بيان برسله للسفير استنكارا لهيك عمليات. ماذا يعني ان تصدر السفارة السعودية هذا البيان؟ من فترة قتل دبلوماسي سعودي يمكن بباكستان، من فترة بنجلاديش بشي ما بعرف وين، كمان بعثنا بيان استنكار يعني. بس اليوم اعلنته السفاره، البيان اللي قبله لم يعلن. هذا الفرق، انه اعلنته السفاره اليوم. ماذا يعني ان تعلن السفاره السعوديه عن تلقي البيان؟ تسالني الي؟ قراءتك للموضوع. يعني انا هذا امر اقوم به مع كل البعثات الدبلوماسيه، اي مناسبه بتصير ان كان عيد وطني او عملي او اي شيء بيصير، يعني مثل تركيا مثلا. تركيا حصل لمن أراد، ما حصل بتركيا، لمن الرسالة، خليني كفي، لمن الرسالة، بتركيا ما حصل، مش يمكن زلزال أو شيء، ما حصل صحيح هزة أرضية، نفس القصة بعثنا يعني، ونحن على خلاف يعني. أنا بالعيد الوطني التركي مثلا افترض بعثت ظهور مرة الماضي، وكل يوم أنا بحكي، اليوم حكي تصريح عن أردوغان. يعني في فرق بين العلاقة الاجتماعية وفرق بين العلاقة السياسية، بس فرق بين انه يوصل كتاب يعني مثلا بالحاج بتلفن على السفارة السعودية انا وبطلب فيز، هيدا موضوع غير ان تعلن السفارة السعودية في بيروت عن تلقيها هذا البيان في خبر صحفي. لمن الرسالة؟ لمن الرسالة السعودية؟ ايه بدك تسأل السفير شو انا بعثت الرسالة؟ انا بعثت برقية عادية، والسفير تقول انت بعث رسالة، بدك تشوف لمين بعثها. لنكون واضحين اكثر، اليوم هناك غمز ان وئام وهاب يلعب من تحت الطاوله صراحه. كيف؟ في هذا الموضوع مع المملكه العربيه السعوديه. بشو؟ عم بسال. انا ما بلعب، انا ولا مره لعبت من تحت الطاوله، ولا مره بسمح لنفسي العب مع من تحت الطاوله مع حدا، انا بس يكون عندي موقف بعلنه علنا ما بستحي بموقفي ابدا، ولكن انا هذه الرساله، هذه البرقيه تصل الى سفرات كثيرة من ضمن العلاقات اللي بيعملها مكتب العلاقات الدبلوماسية بحزب التوحيد اللي بتترأس الرفيقة فريال ابو دياب، بيعمل كل هذه الامور بشكل يومي. هيدا موضوع لوجستي مع الكل، مع الكل، هي لوجستي امر حتى هيدا اطاره لوجستي مش اكثر. بس اللي بدي اقول لك، انا واضح، انا حليف للجمهورية الاسلامية الايرانية، انا حليف لسوريا، انا حليف للمقاومة، وانا بالايام الصعبه ما لعبت بتحالفاتي. اطاره تقني بحت. اللي بدي اقول لك، طبعا اللي بدي اقول لك انا ماني من الناس اللي معودين يلعبوا تحت الطاوله، ولا مره عملتها ولا بعملها، ولكن هذا لا يعني بانه انا بقطع مع الناس كلها. انت بتعرف حتى بلبنان صحيح في كتير اطراف من الاقسام نلتقي بس بنختلف، بس هذا لا يعني بانه انت تسكر على حالك اذا عندك موقف سياسي، وانا موقفي واضح. يعني اليوم عندي تصريح مثلا يعني صحيح، ردا على حكي اردوغان عن الجمهورية الاسلامية، لا بالعكس، وانا يعني هذا الموضوع بالنسبة لي محسوم، يعني موضوع تقني بحت. بالنسبة الى سوريا،
نحن على اعتاب 48 ساعة قبل ما يبتدي موضوع 10 نيسان. ما يقول كوفي انان انه مهلة او توقيت حدده النظام السوري لسحب جيشه النظامي من المواقع ومن المدن السورية. اليوم سوريا الى اين؟ انا تقديري ما راح يكون كتير فرق بين 10 نيسان قبله وبعده. ما راح يكون كتير فرق لانه اول شيء اللي عم يعملوا انان يعني تحديد موعد بالاتفاق مع مين. يعني انان جاب موافقه من المسلحين والمعارضه. يقول كوفي انان انه حصل على فريق التقني في سوريا حصل على وعود بوقف اطلاق النار. يعني بدك تشوف في شيء اسمه وقف اطلاق نار، فتكون واضحين. وقف اطلاق النار يعني بان الحكم السوري يكون ارتكب خطأ كبير. نعم. وقف اطلاق النار بين الجيش والمسلحين هذا امر معيب وممنوع. في جيش موجود، في سلطة موجودة، هل في مسلحين رح يرموا السلاح ويسلموا حالهم؟ هذا مسألة مختلفة. وقف اطلاق نار هذا مسألة معيبة، وانا بعتقد في غباء سوري اذا مشوا فيها. وما بعتقد السوريين اغبياء يمشوا فيها. لذلك 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 أقول لك انه ما في شيء بعد 10 نيسان سيختلف عن ما قبل، رح يختلف كتير، لانه اول شيء ما في قيادة موحدة للمسلحين. يعني المسلحين صايرين في عندهم حوالي 500 امير بهالمناطق، كل امير بياخد حي وبيسيطر عليه او ضيعه وبيسيطر. امير؟ ايه امرا. هيك اطار المعارضة اليوم؟ ايه بسمي حاله امير. طبعا لان بقول لك المعارضة الديمقراطية والعلمانية غير موجودة على الارض. هن شخصيات محترمة، هن شخصيات لها وزنة. يعني اليوم حسن عبد العظيم تكون شخصية محترمة ولها وزنة، ولكن شو وجوده على الارض؟ لا شيء. ميشيل كيلو محترم، بس شو وجوده على الارض؟ هيثم مناع محترم، شو وجوده على الارض؟ يعني بدك تشوف على الارض، يعني شو بيمون ميشيل كيلو دخلك على المسلحين ببنش مثلا؟ شو يعني شو خير؟ شو كيف بيصرف ماونته؟ ما في مسلحين يعني، وانا بعرف الخارطة بالضبط كيفية، وبعرف خارطة القرى كيفية وبالتفصيل وبعائلاتها وبأهلها يعني، وفي لنا تعاطي يعني تفصيلي بهذا الموضوع. في يعني كل ضيعة عندها وضعيتها الخاصة، عرفت كيف؟ ايه بس موضوع امير كمان مش هينة، يعني هذا غمز من موضوع شيء طرف اسلامي. ايه ما با لا شو انه ليش يعني السلفيين منهم اليوم هن اللي عم يشتغلوا على الارض؟ ايه طبعا هم من لا الشغل القتال على الارض الشغل الجدي سلفي. ايه طبعا الشغل الجدي سلفي، خلينا نكون جديين. يعني الشغل الجدي هو شغل الاسلاميين المتطرفين. لا الشغل واضح انه الجدي عم بقول يعني العمليات يعني اول شيء جيش حر، هيدي خبريه ما لها طعمه مش موجوده. يعني رياض الاسعد انا تقديري بمنش خارج الخيمة اللي قاعد فيها احدا. كذاب، ما عنده اي وجود، ما بيتواصل مع حدا، بيقرط مصاري من اللي بيجوا من برا ما بيوصل لحدا. يعني معروفة ومكشوفة قصته، صارت مفضوحة. برهان غليون شخصية، استاذ جامعي كذا، بس عايش بالسما، قاعد عم يفكر كيف بده يلبس وكذا ويستعرض حرس الشرف، وعايش بوهم اخر. يعني ما رح طبعا يوصل له. في شيء اسمه قيادة جيش منشق، لانه اصلا في الجيش منشق استاذ مالي. يعني واللي عم يحكوا عنه المجلس الوطني السوري والمعارضة السورية. بس بقول لك شغلي، اردوغان من شهرين شاف واحد لبناني خبره قال له في 1600 عسكري، عرفت كيف؟ يعني عم بيحكوا ب70,000. يا اخي لو في 70,000 كان بعد في جيش سوريا. يا استاذ مالي، في بعض الناس عم يفلوا على الخدمه تبعهم، بفلوا على بيوتهم. طبعا في ناس يعني معروف يعني بحوادث بالتفصيل، هيدا بيعتقلوه بمحيطه، هيدا بيعتقلوه ببيعته، بيجبروه على انه يعمل شيء، هيدا نتيجه الجو بعد شيء يرجع. بدك تشوف شو فل من الجيش النظامي، يعني شو فل من المتطوعين، مش شو فل من المجندين. ما المجندين بيهربوا على طول. بالجيش السوري في فرار بالسنه 30,000-40,000 50,000 اوقات، هودي بيسمونه فرار، يعني من اللي بيخدموا خدمه اجباريه. بدك تشوف شو فل من الجيش النظامي. الجيش النظامي متماسك، المتطوع بعده متماسك وقوي،
وبين انه ما قدر ينهز. يا استاذ مالك لو في جو انشقاقي خيه منسوبي وزارة الخارجية 14,000 موظف. طيب يا خيه بسفارة سوريا بالفلبين هيك ما خطر عباله شي حاجة بينشق؟ بسفارة السورية بالفلبين الحاجب القاعد على الباب، شو الخبرية يعني؟ يعني في فرق ما نحكي احلام عند البعض وفرق ما نحكي وقائع. وقائع هي وقائع، احلام شو بدك خط يعني؟ ما بتصرف اليوم كل حديث المعارضة السورية هو يصب في اطار الاحلام. ايه طبعا اكيد منا متماسكة هذه المعارضة، منا متماسكة منا ليك مش انه ما في معارضة على الارض. اليوم بسوريا في اخطاء ارتكبت على مدى سنوات، في ناس عندها مطالب محقة بالعيش الكريم، في ناس عندها مطالب محقة بالانماء، في عندها مطالب محقة بفرص العمل، في عندها مطالب محقة بالفساد ووقف الفساد، في عندها مطالب محقة انه الدولة تقوم بواجباتها، هي كلها موجودة وفي لها جمهور. ولكن هذا الجمهور اليوم هو الى جانب الجمهور اللي عم يحمي النظام وسوريا، لانه خاف من ما ارتكبت خطأ. ما هني يعني كانوا اغبياء لحد انه جروا حالهم على السلاح، وهل حذروا منه ميشيل كيلو باحد مقالاته انه شو عم تسلحوا يا حبيبي؟ هذا جيش نظامي لا يهزم، ما ممكن تهزموه للجيش السوري. جروا حالهم على السلاح وعلى القتل. طيب هذا اللي طلع بدير شبيجل هذا منطق؟ هون قرانا جيب ميقاتي، هذا اللي طلع بدير شبيجل حرك الاجهزه. لا لحظه بدي فوت على المواقف الامنيه بس بدي حرك الاجهزه الامنيه بس قراه في 2 جزارين قاعدين بمستشفى بالشمال عم يحكوا عن المجازر اللي كانوا يرتكبوها بحمص، عم يحكوا كيف كانوا هني هيدي دير شبيجل خيي، منا صحيفة الوطن السورية ولا تشرين هلق تتقلي انه متعاطفي او هيدي دير شبيجل الالمانية اللي مش متعاطفي ابدا مع سوريا. طيب هودي الجزارين اللي قالوا كيف بيدبحوا الناس وكيف عندهم فرقة اعدامات وفرقة ذبيحة وفرقة موت وفرقة محاكمة وما بعرف شو، قاعدين بالمستشفى بطرابلس. طيب هل بعت الاجهزة الامنية توقفوا النجيب ميقاتي لهول المجرمين؟ هل اوعز للاجهزة الامنية تطروح وتشوف مين هول اللي عمالي بفوتوا على لبنان؟ يا استاذ مالي سوريا جيش بعده قوي، بكرة اذا رجع مسك الوضع رح يصير في عنا نحن افغان سوريين ورح نرجع نحن ندفع الثمن عنا بلبنان طبعا. هلق بيهتموا فيهم جمعة واثنين وثلاثة وشهر واثنين، بكرة منين شو بدهم يعودوا يعملوا لهم؟ لا فيهم لا اوروبا بتخذهم ولا فيهم يسافروا على محل، راح يضلوا بلبنان ما عندهم مال تيصرفوا، بدهم يتحولوا على السرقة وعلى التشبيح وعلى القتل، وبصير في عندك افغان سوريين هوني مثل ما وقعوا كتير من الدول العربية بموضوع الافغان العرب. مين بيرجع يتحمل المسؤولية؟ سياسة النقي بالنفس اللي عم يتبعها اخونا نجيب هاي اللي بتحل المشكلة، ما هو معه مصريات وبيفل بيقعد برا، بس الباقيين ما عندش مصاري تيروحوا يفلوا برا. العودة الى الملف السوري قبل ما ادخل على موقف اللبناني، هلا اخذنا كل موقف الفكرة من الموقف اللبناني. بالنسبة الى سوريا اليوم في موضوع خطة كوفي انان، يقول برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري ان المجلس لن يجلس على طاولة المفاوضات مع سفاح ومخادع مثل بشار الاسد، وقال هذه نقطة خلافية مع تأكيدنا ان مفاوضاتنا ضمن خطة كوفي انان هي بحث تفاصيل انتقال السلطة في سوريا. طب ومين قال له لبرهان هذا انه بشار الاسد بيقعد مع جاسوس مثله حقه ربع ليرة شاريين السفرات، وكل اللي عم يعملوا اليوم عم ينطق هو باسم هذا 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 متحدث باسم المعارضة بالاجرة اسمه برهان غليون. شو مين قال له انه بشار الاسد بيقبل يقعد معه او حدا من النظام بيقبل يقعد معه؟ على كل حال في النظام واضح بانه يجلس مع المعارضين اللي مش طالبين التدخل الاجنبي، وهذا انسان خان وطنه وطلب التدخل الاجنبي. في موقفها الان للخارجية السورية ورد الان بعد حديث صحيفة الوطن السورية، يقول موقف الخارجية السورية ان دمشق لن تسحب قواتها دون ضمانات مكتوبة من الجماعات المسلحة. مثل اللي قلنا نحن نفس اللي قلنا، واذا عملت غير هيك بتكون غبية سوريا، اذا عملت غير هيك بيكون غباء. لن تقدم على خطوة سحب الجيش المسلحين في عندك يا اخي تعرفوا شو حجم المسلحين بسوريا؟
تعرف الحجم حقيقي؟ 50,000 كيف فاتوا؟ موجودين يا اخي عندهم جوا. لطالما كان النظام قبضه من حديد يا اخي، مش صحيح هلا يا لكن مالك شو كيف كان؟ شو قبضه من حديد يعني 23 مليون تحصيلهم انفاسهم؟ شو الحكي؟ سوريا بلاد شاسعه، حدود مفتوحه، فيك تفوت هلا بعرك فيك تفوت سلاح وين ما بدك. شو الحكي هلا غير قبل؟ تركيا يا اخي، بين تركيا وبين لبنان فات سلاح قد ما بدك. العراق تشدد شوي بس كان فات، يعني في عشائر وفي جيوش مشتركة. مش عم بحكي انا على السلاح اللي فات خلال المعارك. اليوم حينما يقال يعني تحديدا حينما وصفت باب عمرو، هي باب عمرو حينما وصفت بالسلاح الموجود اللي فيها، وصفت بانه جهز لها. النظام السوري هو اللي قال انه جهز لها منذ فترة طويلة لحتى بلشت الاحداث. كان في بلشت الاحداث، بلشت الاحداث، وكان الرئيس بشار الاسد يشدد وكل يوم يضلوا على كل قادة الوحدات وعلى الجيش وعلى الامن ممنوع تقوس، ممنوع تطلق النار، ممنوع 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 ممنوع. هذه كل الممنوعات وصلت لحد عملوا المسلحين اماراتهم ببابا عمرو بغير بابا عمرو، صاروا يتسلحوا فكروا حالهم اقوى من الدولة. اخذت قرار الدولة بالحسم معهم، بلشت تتغير الامور. يعني امبارح بدي اعطيك مثلا، امبارح مثلا كان في يعني تواصلوا معي هيك مجموعة شباب من بنش بإدلب، واللي بنتمنى تخلص أزمتها على خير وما يصير فيها شيء وتخلص الأمور ويصير في يعني بدون ما يصير شيء يعني فيها هاليومين. طيب بنش إجا في 400 مسلح سلموا حاله مجرد ما عرفوا أن الجيش عازم على استعادة الأرض، سلموا حاله. وفي 300 هربوا على تركيا، بعد في 50-60 واحد يعني هن اللي عمالي يمكن عم بيقرروا انه بدون يتقاتلوا. طيب بالاخر لما الجيش حسم امره بلشت تتغير الامور، ولكن بالاول اشهر كان هناك قرار عند القيادة السورية يرفض بان يتم تحريك الجيش، وتاركين يعني معتقدين انه الامر يعني ممكن يكون بإطار تظاهرة أو اثنين أو خمسة أو عشرة. لا، بيّن أنه في محاولة لقضم سوريا محافظة وراء محافظة وضايعة وراء ضايعة. إلى أين تتجه سوريا في المرحلة المقبلة؟ تتجه إلى صراع طويل. أنا رأيي صراع طويل تكون واقعي، صراع طويل. كيف يعني؟ يعني المعركة الأساسية رأيي تعرف الآن لمصلحة النظام ولمصلحة الجيش حق سوريا. من تواجه اليوم؟ ولكن سوريا تواجه اليوم، تساجه اليوم الامريكيين، تواجه الاوروبي. انت بتعرف كل العالم يعني مجتمع، شيل الصين وروسيا والهند والبريكس والباقي كله يعني ماذا يعني ماذا عن هذه المعارضة اليوم، هذه التظاهرات، هذا المجلس الوطني السوري؟ من عم تواجهه سوريا؟ ما في مجلس وطني سوري يمون على الارض. في عدة معارضات، في معارضة في الداخل لديها مطالب ديمقراطية، تحدث عنهم لديها بعض القيادات، لديها مطالب شرعية ومشروعة. لا، وهذه معارضة يجب أن تحاور، هناك ناس يجب أن يحاوروا في الداخل، وأنا أدعو النظام إلى حوار مع كل الناس يعني بكل المناطق بكل القرى. بده يكون في ناس محاورين بالمحافظات حتى وبالمناطق برا، اللي مش لازم يحاوروا النظام. انا رأيي خيانة يرتكبها النظام اذا حاور معارضة دعت الى احتلال سوريا، خيانة يرتكبها النظام ويجب ان يحاسب عليها، ويجب ان يحاسب الشعب السوري النظام اذا ارتكب هذه الخيانة بمحاورة فريق دعا الى احتلال سوريا. من دعا الى احتلال سوريا يجب ان يحاكم. بس اليوم مؤتمر اصدقاء الشعب السوري اللي انعقد باسطنبول اعترف بهذه المعارضة كممثل شرعي للشعب السوري. كبر عقلك يا مالك، هيدي دول بتستخدمك وبتكبك، انت مصدق؟ هيدي بكرة الدول بس تعمل الصفقة مع ايران ومع سوريا ما بتعود، مش بتعود لخيه بالاخر. شحطول عبد الحليم خدام من الشقة تبعه بباريس، معرفش حدا، معرفش يخلوا صحافي يفوت لاي 4 سنين، بس راح الرئيس الاسد عباريس واجا ساركوزي، معرفش يخلوا صحافي يتصل فيه، ونائب رئيس سوري كان. هودي كلهم مش راح يسرهم بكرة محل يسكنوا فيه، تأكد غرفة اوتيل ما راح يبقالهم بس تنعمل الصفقة. كبر عقلك يا زلمة، صفقة على
على اكبر منا واكبر من تفاصيلنا الروسي فايد انت مصدق بعد تسقط سوريا؟ انت مصدق بعد تسقط سوريا؟ اكبر من السوري في المعركه ايراني الايراني وصل خيه وصل لحرب كلاميه مع تركيا من كم يوم احسب سوريا صحيح شو انه مين بيسترجي يلعب بعد ليه اعترفوا في ممثل شرعي اذا؟ يعترفوا يستفلوا يعينوه عنده يعملوا يعطوا له هلا في امبارح ما حطوا على نيو تي في في جزيره بدها تنباع بامريكا ب $100,000 يشتروها يحطوهم فيها شو القصة بسوريا ما لهش محل ما له محل لا 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 ما له محل فاللي دعوا لي انتبه انا احترم اي معارض تحت سقف الوطن تحت سقف التغيير الداخلي والنظام بحاجة لتطوير وتغيير انتبه حتى ما يكون حدا مفتكرنا نحن ابواق نظام او عم نبرر اللي صار ولكن اللي دعا لاحتلال سوريا وللاستعانة بالاجنبي يجب ان يحاكم ويحاسب بيستخدموا الاجنبي ويكبوا مثل ما قلت حضرتك هودي هذا الفريق عم يستخدموا الاجنبي ويكبوا فيما بعد ليش ما كبوا كثير ناس مثلهم يعني شو يعني شو عم تستغرب انت ليش ما كبوا كثير ناس مثلهم طب شوف لي دخلك اللي هللوا للاحتلال الامريكي بالعراق مين بعد في منهم اليوم طب اللي فاتوا لعند صدام حسين بس اعتقل في أربعة فاتوا لعنده مزبوط فوتوهم الأمريكان وينن اليوم حدا عم يسمع باسمهم وين صاروا هذا اللي بينتجوا موجة الاحتلال تنتج ناس هاي الناس بتخلص هاي الناس بتخلص هيدي الناس تفقد أي شرعية هاي شرعيتها مستمدة من شرعية هذا الاحتلال بعد الفاصل الإعلاني بدي كمل بموضوع سوريا بموضوع الصفقة الكبرى ماذا ستكون نتائج هذه الصفقة الكبرى بين من ومن يفاوض اليوم مع من والنتيجة شعوب على الأرض هذا الشارع السوري أكان اللي واقف اليوم مع النظام وشفنا امبارح تظاهرات دعما للنظام السوري في ذكرى تأسيس حزب البعث أيضا الشارع المعارض اللي كان له مطالب بعيدا عن الشارع اللي عم تقول عنه حضرتك أنه دعا إلى إسقاط أو إلى احتلال سوريا أيضا وأيضا لبنان أين هو من هذه الأزمة السورية وملفات أخرى بما تبقى لدينا من وقت مشاهدينا فاصل قصير ونعود ستائر ماركو بولو من سيدار أقمشة ماركو بولو من سيدار عودة لكم مشاهدينا وإلى برنامج الحدث وضيفي رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب مع الوزير في الموضوع السوري لا ننهي الملف السوري قبل ما نرجع على لبنان وارتباطه بالملف السوري في سوريا اليوم هناك حديث عن صفقة كبيرة تحدثت عنها حضرتك اليوم الروسي عم يفاوض الأمريكاني والإيراني بالداء يعني في لعبة كبيرة أو بالأحرى طاولة كبيرة للمفاوضات عم تصير من سيربح بالنهاية بالأخير رح يربح الأقوى على الأرض بالاخر اليوم في استاذ مالك في شيء في شيء في شيء صار بعد الانسحاب الامريكي من العراق ضربه سوريا كانت محاوله لمنع استثمار الانتصار بالعراق بالعراق صار في انتصار عبر الانسحاب الامريكي هذا الانتصار كان راح ينحط بمصلحة ايران وسوريا لانهم هن الطرفين اللي وصلوا لدفع الامريكي للانسحاب من العراق بهذه الطريقة طيب اليوم قبل ما ينتهي الانسحاب الامريكي من العراق بدأت ضربة سوريا اليوم في محور عمالي بقاتل وفي محور خائف محور الخائفين عم يحاول يسقط سوريا محور الممانعين والرابحين عمالي بيحاول يحمي سوريا هلق الاخرين اللي كنت يعني اللي عم تسأل انه انت انه 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 مين الفريق الثاني بسوريا هلا بسوريا فيش فريق في طبعا معارضين للنظام على الارض في ناس مع تطوير النظام في ولكن من يمثلهم
ما في فريق بيمثلهم. يعني انا اليوم هذه المعارضه السوريه، هذا المجلس السوري المعارض ما بيمثل كل المعارضه السوريه برايي هذا المجلس السوري المعارض بكل صراحه، عيب لو عم نحكيها على التلفزيون، مثل البريزرفاتيف ولك اخي، هيدا بكبوه بس يخلصوا منه، يعني هيدا واقي زكري بكبوه بس يخلصوا منه لك يا استاذ مالك. يعني يا اخي هودي من عمل ما استخدم كتير منهم عبر التاريخ وانكبوا، ما لهم اي قيمة، ما لهم اي قيمة، هودي خارج المعادلة. الحوار يعني بيصير مع غيرهم. مع مين؟ مع غيرهم، مع غيرهم اللي جوا، في كتير معارضين موجودين الاسماء جوة. اللي تحدثت عنها حضرتك مش بس هاي الاسماء، في كتير اسماء تانية محترمة بالمعارضة، في معارضة، في معارضة محترمة في الداخل وقرب الحوار مع النظام. انا رأيي تساعدوا على تطوير نفسه، والنظام بحاجه لان يساعد احد على تطوير نفسه. ماذا 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 عن الحوار اللي اكبر من طاوله الحوار بالداخل؟ هذا هو اللي عم بيصير. ما هون اللي بدي اساله، من يحاور من اليوم بالملف السوري؟ الروسي عم بيحاور، التركي عم بيحاور، الايراني عم بيحاور، الاوروبي عم بيحاور، ما واضح اللي عم بيصير. يعني طب اليوم اللي اجتماع الايراني مع الخمسه زائد واحد، طب رايك الملف السوري مش مطروح فيه؟ طب اليوم الاردوغان بصرع عند الامام الخامنئي وابلغوا الامام هذا الموقف، يعني ما كان عم ينحكى بالموقف السوري عند ما حط له حدود لاردوغان لكل طموحاته وتفشيطاته وكذبه واحتياله؟ طيب اليوم كل الناس فايته بالحوار حول الملف السوري، الامريكي، الفرنسي، الاوروبي، يعني كل الناس فايته بهذا. قبل بمره شفنا حوار مشابه، راحت ليبيا. لا مختلف اللعبه، ليبيا اول شيء يعني ليبيا القذافي، يعني انت بتعرف القذافي لم يكن عنده تحالفات مثل التحالفات السورية، يعني لا كان عنده تحالف مع ايران ولا كان عنده تحالف مع روسيا ولا كان عنده تحالف مع الصين ولا كان عنده تحالفاته يعني مع المقاومات. القذافي كان يعني هزلي اكثر ما هو جدي، كان هزلي، يعني انا بعرفه للزلمي وشفته من فترة من سنوات، يعني هزلي ومنه جدي بعلاقاته ولا يلتزم بتحالفاته. والقذافي بعدين كان ما هو كان مع الامريكان والاوروبيين، ما كان ضدهم، يعني كان عم يفوتهم على افريقيا على حساب الصينيين والروس، ما كان ضدهم ابدا. يعني القذافي كان استسلم لهم باخر سنوات بعد حل ازمة لوكربي. إيه قبل أزمة لوكربي اجت كنتيجة، ولكن هو كان استسلم يعني بالملف السوري. بعد بدي انهي بموضوع المفاوضات، متى سنشهد نهاية لهذه المفاوضات؟ من سيكون المنتصر دوليا بالموضوع، موضوع السوري، اذا كان مطلوب من سوريا ان تجدث نظام ومعارضة شريفة بحسب ما تقول عنا في الداخل والخارج على طاولة حوار للوصول الى حل بالموضوع الدولي اللي اليوم الكل عم يتفاوضوا بهذا الملف السوري؟ من سيخرج منتصرا ومتى سنرى هذه النتيجة؟ انا تقديري انه سوريا ستخرج منتصر، ولكن سوريا التي نعرفها لن تعود التي كنا نعرفها، ولكن ستخرج منتصرة. انا اعتقد ان وحدة سوريا الى حد ما لم يعد هناك خطر عليها. انا اعتقد بان الحرب الاهلية في سوريا لم تعد نسبة حصولها عالية، يعني في نسبة بس بسيطة، إيه؟ لانه اليوم بعده عم ينحكى عن حرب. لا ايه بس كنا بفترة عم نحكي 50-50 النسبة، اليوم عم تحكي صرت 90-10، عرفت كيف؟ التفجيرات الامنية ستطول لانه هذه هي الطريقة التي يستعملها التكفيريون عادة، تخريب الامن والقتل والسحق والسحل والذبح وهذه كل هالمسلسل من بوكو حرام لعنا خي، هذا مسلسل ما بعرف مسلسل واحد، مسلسل واحد طبعا، مسلسل واحد وتمويل واحد وجهات واحدة بتموله، عرفت كيف؟ فهذا لن يتوقف. نحن طبعا من سينتصر في المفاوضات الدولية؟ رأيي رح ينتصروا الروس والأمريكان سوا؟ كيف هاي معادلة معقدة بدها فترة أشرح لك إياها. كيف؟ بشكل سريع كيف؟ كيف ممكن يتفقوا نص بنص 50-50؟
يعني انت رأيك الامريكي بعده عن رأيه بتغيير النظام بسوريا؟ انا عم بسأل فتش عن الموقف الامريكي. رأيي انا الامريكي تعلم درس خلال الاشهر الماضية بان اسقاط النظام في سوريا غير ممكن، تعلم درس بان سوريا غير ليبيا وهو بلش يقوله غير مصر وغير تونس، وتعلم درس بانه في سوريا لا يمكن ان يسير او يمشي الخيار اليمني، وتعلم درس بان سوريا لديها تحالفات جدية تبدأ من روسيا وتصل الى الجمهورية الاسلامية الإيرانية وإلى كل المقاومات العربية والصين طبعا. ولكن اذا هناك قرار باسقاط سوريا بيعرف هو استاذ مالك، انا باول شهر تذكر طلعت وقلت انه كل هالحكي حكيته، وقلت انه ستقصف فلسطين وسيحدث زلزال في المنطقة، اعتقدوا الناس انه شو هالحكي. بالاخر بعد سنة طلع في مصداقية لكل هذا الكلام، وانا هلق برجع بقرر لك انه من يراهن على انه في امكانية لحسم معركة سوريا بالطريقة التي كانوا يعتقدونها هو مخطئ. بعد عندي ملفين او ثلاثة بحسب ما يتسنى لنا الوقت، لانه كتير داهمنا الوقت. دروس سوريا اين هم اليوم؟ دروس سوريا هم في السويدة وبجبل الشيخ في السياسة، وبجرمانة وبإدلب في السياسة. في السياسة هم مع سوريا، هم مع الدولة، هم مع النظام، هم مع بشار الأسد. دعاهم النائب وليد جنبلاط الى الانضمام الى الثورة السورية. سمعوا شو رأيك؟ انا عم بسأل، انت اللي عم تزور سوريا بالاسبوع مرتين. بده يكون مقطوع على الكهرباء، ما سمعوا على الكلام. ما سمعوا على هناك لانه مقطوع على الكهرباء. بخلال جولاتك ما لمست اي اتجاه ل نحن اول شيء نحن لا نمون على دروس سوريا كدروس لبنان. تاريخيا دروس سوريا عندهم زعاماتهم، نحن عندهم زعاماتهم، نحن طبعا بقدروا هذه الشخصية او بقدروا تلك الشخصية شيء تاني، ولكن مش يعني انه هذه الشخصية فيها هي تقود لمحل ما بدها، ان كان على الانتحار او كان على مكان تاني. دروس سوريا عندما قاتلوا الفرنسيين ما كانوا عم يردوا علينا، لانه نحن جزء منا بلبنان كنا عم نتعامل مع الفرنسيين يومها. كان قرار، كان قرار سلطان الاطرش وقرار جزء من دروس السويداء. طبعا نحن دروس سوريا خي، دروس سوريا هن جزء من هذا الجيش، وهن جزء من هذه الدولة، وهن جزء من هذا الوطن. لماذا اقفل وئام وهاب مكتب حزب التوحيد العربي في السويداء؟ ما اقفلته، انا حكيت هيك يعني ما اقفلته، عندي مكتب خاص مش للحزب، هو مكتب خاص للخدمات موجود بالسويداء، وعندي مكتب بجرمانة في لبنانيين مقيمين فوق كتار يعني حوالي 1000 عائلة. هذا المكتب بيتولى خدماتهم لإلهم، يعني لا يتدخل في الشأن السوري. نعم. ولكن يعني البعض صاروا يروجوا، بعض خاصة المعارضة، انه عم يفتحوا حزب لبنان. اخي لا، في ما فيناش نعمل حزب، ما احنا مش مرخصين فوق نعمل حزب. تاني شيء فيوش الحزب اللبناني يكون موجود فوق بك تعمل ترخيص سوري. في مجموعة من الشباب عندهم قرار بانشاء حزب سوري، وهذا الحزب سيكون حليفا لنا ولكن ليس فرع منا. وعلى هالاساس يعني مشان ما يصير لغط بالموضوع سكرت المكتب؟ ما سكرته، نحن قلنا بسكره، ما قبلوا معنا اهل السويد سكروا اصلا يعني. والمكتب موجود وهو مكتب خاص لإلي يعني، لا لانه ما عنده صفه حزبيه. ولكن اللي بدي اقول لك يا بي السويد، في 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 كثير لغط حول هذا الموضوع، وكانه يعني دروز السويد يعني ما بعرف شو اللي عملوه غير الاخرين. يعني اليوم الجيش السوري موجود من كل الطوائف، ما شفت إثارة صارت على البقين مثل ما صارت على دروز السويدة. يعني عيب جلد الدروز، عيب جلد الدروز في سوريا بهذه الطريقة، جلد واعتبار وكأنهم هن مجرمين، وهن ما عم يعملوا شيء، هن عم يدافعوا عن وطنهم، وهن جزء من هذا الجيش وسيبقون كذلك. عيب الكلام عنهم بهذه الطريقة. وبدروز السويدة خي، نحن أنا موقفي من موقف المشايخ، انا شو موقف محمد جواد ولي الدين اللي هو كبيرنا وتاج راسنا وحبيبنا، هو والشيخ امين الصايغ اللي هو هو كبير عضو الهيئة الروحية العليا وكبيرنا وحبيب قلبنا،
وكل المشايخ الاخرين طبعا يعني اللي هن اصلا موقفهم معروف، الشيخ عمبو سليمان والشيخ ابو علي سليمان ومشايخ خاص بيا بيصور عليك، نحن مشايخنا شو بيقولوا دروز السويداء بنمشي وراهم. شو عم بيقولوا اليوم مشايخ السويداء؟ يقولون انهم هم مع النظام وهم مع سوريا وهم مع وحدة سوريا. انا وراهم بعد عندي دقيقة من الوقت. موقف لبنان من الملف السوري، موقف لبنان موقف سخيف وتافه، هو ومن صاغه. يعني الموقف تافه بس اللي صاغه اتفه، لانه اللي عمالي بيصير بالشمال غير مقبول. اليوم طلبت بعض المجرمين حتى في المستشفيات، انا لك بدي اقول لك شغلي، مدني عراسي بحطه ببيتي بحطه مين مكان، بريء وين مكان بحطه، ولكن انا واحد جاي عمالي بقتل بحمص وهربان يتحكم بلبنان، لا لازم الاجهزة الامنية تلقطه. وبعدين يعني هالقضاء العسكري بده يتشدد معه شوي، هيدا منه مقوس بعرس، هيدا قتله 40-50 واحد يعني وعم يصرحوها منهم مسحيين فيها، وبدها تشدد الاجهزة الامنية شوي، حاج يحتالوا ويكبوا على بعضهم، يعني كله بيكب على بعضه، هي بيقول لك بدي قرار سياسي، وهي بيقول لك انا اعطيه قرار سياسي، كله احتيال باحتيال، كلهم ناطرين تيشوفوا وين الامور رايحة، تفضيلكم بالكم، الامور رايحة على محل كويس، اشتغلوا شغلكم، خلونا نحمي لبنان، ليش تنفوت لبنان بهذا الموضوع؟ يا استاذ مالك، لانه هذا الموضوع كثير خطر على المستقبل، يعني سوريا مجرد ما ترتاح ما بتعود فيك تلومة اذا اشتغلت فيك، ليش بك ترجع تلومة؟ سلفناها سلفناها وكترنا سلف لبنان اكثر ما بتتصور، لانه بس يبدو كمان انه بس كمان لبنان باطار اخر، يبدو انه غالبية السلاح يا غالبية السلاح والتخريب من لبنان، يبدو هيك. الاردن هيئته ضابط جزء من حدوده، حتى الاتراك يعني بيفتحوا بيسكروا، لبنان مفتوح على الاخر الحمد لله. نحن لو انتهى وقت حلقتنا، انا بدي اتشكر حضورك معنا رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وام وهاب، شكرا لك على هذه المشاركة، وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبلة ضمن برنامج الحدث وبرامج اخرى من قناة الجديد للوقوف على تفاصيل اكثر. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا لهون بينتهي موعد حلقتنا، الموعد يتجدد غدا 10:30 صباحا بتوقيت العاصمة بيروت، حتى ذلك الحين الى اللقاء.